أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة حرص مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم وبمتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على توفير الخدمات الصحية بأفضل جودة وأعلى كفاءة لجميع أفراد المجتمع. نعم، جاء ذلك خلال استقبال معاليه الدكتورة حنان بنت حسن بلخي مرشحة المملكة العربية السعودية لمنصب المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط. في مستهل اللقاء أشاد معاليه بالدور المثمر الذي يقوم به المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط وبمستوى التعاون المقدم والذي ساهم في تحقيق العديد من النجاحات. نوه معاليه بأهمية مواصلة تفعيل أطر وسياسات التعاون الوثيقة مع منظمة الصحة العالمية وتوثيق ما تم إنجازه من قصص نجاح تعكس فعالية الإجراءات المتخذة من أجل الحفاظ على التغطية الصحية الشاملة والوقاية من الأمراض. وبدورها أشادت الدكتورة حنان بلخي بتوجيهات حكومة مملكة البحرين وما تقوم به القطاعات الصحية ضمن منظومتها الصحية. واستعرضت الدكتورة حنان برنامجها الانتخابي لمنصب المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط والذي تمثلت أولويته في جعل الرعاية الصحية في متناول الجميع والالتزام بتعزيز التغطية الصحية الشاملة في جميع أنحاء المنطقة.